رسالة رقم 27، هذه الرسالة من الأخ العزيز أبو علي. أحب أن أعرف شيئا عن تسبيح الزهراء، وهل يصح أن أسبح به في غير أوقات الصلاة؟ ويا ريت ولو شيء بسيط عن فضله وأفضل أوقاته. تسبيح الزهراء معروف، أعتقد أنك تعرف عدد التكبيرات والتحميدات والتسبيحات، يستحب أن يؤتى به بعد كل فريضة واجبة، من أفضل أنواع التعقيب كما في الروايات بعد الصلوات المفروضة، ويستحب أيضا أن يؤتى به قبل النوم. نعم، يجوز لك أن تسبح به في غير أوقات الصلاة، في أي وقت تستطيع أن تأتي بتسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أما حديث عن فضله، لن أطيل عليك المقام، لكنني أقرأ لك من كتاب الكافي الشريف، وهذا هو الجزء الثالث من كتاب الكافي الشريف. أقرأ لك هذه الرواية، رواية عن إمامنا الباقر. ماذا يقول؟ يقول: ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة، ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول الله فاطمة. رواية واضحة وصريحة جدا. هناك رواية أيضا عن إمامنا الصادق: تسبيح فاطمة في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة 1000 ركعة في كل يوم. أعتقد هذه الروايات كافية وتفي بجواب السؤال. تحياتي للأخ العزيز أبو علي، وأسأله الدعاء والزيارة.